مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سادت نهار هذا اليوم أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. أما درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض تصل اليوم إلى 12 درجة مئوية وأجواء صافية. درجات الحرارة الملموسة تصل إلى 11 درجة مئوية ونسب الرطوبة تصل إلى 51%، أما سرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن السعودية، ونبدأ من المناطق الشمالية. سكاكا 30 نهارا، 16 ليلا، عرعر 27، 15 ليلا و30 في تبوك و15 الصغرى، واجواء مستقره وغائمه جزئيا في المناطق الشماليه. اما درجات الحراره في المدينه المنوره 35 نهارا، 23 ليلا، جده 23، 22 ليلا، مكه المكرمه 35 و24 درجه مئويه ليلا، والطائف 27 والصغرى 15 درجه مئويه، واجواء مشمسه في كل من جده ومكه المكرمه وغائمه جزئيا في كل من المدينه المنوره والطائف، واجواء مستقره في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في أبها تصل نهارا درجات الحرارة إلى 25 الصغرى 11، الباحة 24 الصغرى 14، جازان 30 الصغرى 26 درجة مئوية، وأيضا أجواء مستقرة وغائمة جزئيا في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في الدمام 26 ليلا 15، حفر الباطن 27 والصغرى 15 درجة مئوية، والإحساء 28 الصغرى 14 درجة مئوية، وأيضا أجواء مستقرة في هذه المناطق. درجات الحرارة في الرياض 25 نهارا 13 ليلا وأجواء مشمسة، بريدة 26 12 الصغرى وأجواء غائمة جزئيا، وحائل كذلك الأمر 26 نهارا 16 ليلا وأجواء غائمة جزئيا ومستقرة في هذه المناطق. غدا نهارا أيضا أجواء مستقرة في أغلب مناطق السعودية، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، حيث ترتفع درجات الحرارة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.